من كسلا إلى شندي. شندي المرضي من شندي المرضي. كلو المرضي كيف؟ حبابك كلام والله. حبابك كلام أزول ها في كلام. المرضي كيف إنك أزول؟ مبسوط ورايق والله. رمضان كريم. يا الله أكرم. ونعلم عندك عواجه التب. بسط شديد والله. إن شاء الله دائما بسط. أزول شندي من وين؟ شندي منطقة خير عزة الجنوب شيخ. أوفو أوفو أزول عزة ناس ما في كلام. دي الحرام يطبخوا للزور قبال لا يصل. تسلم تسلم. بس الله صحصح معانا ود عمي. حبابك مليار. عزول حبابك مليار. تعالي اليمين بس نحن والله اشتهينا نجيكم عندها لكم عشان الترحاب السميح ده. المرضي. حبابك. طيب حبابك مرضي زارع السنة دي ولا ماك زارع؟ لا والله ماني زارع. ها ماك زارع السنة دي؟ ما قادر. عزول عاوية تب ما في. مالك متضايق عزول الزراعة شنو يعني؟ قول السنة تزرع البعادة. وحريقه في البلد كيف بقت ما زرعتها ما في عوي هذا المشكله وين؟ هاي شكلك متضايق من زول هذا خله قول له خليتك لا الله من بقيت لقيتك بجلفك. المرضي حبابك لعبت صفرة يا ود عمي؟ الله ها؟ قال لك طبعا ما شاء الله جيلي المرضي المرضي تعال نلعب على الشاشه يا ابو وصحى تب حبابك 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 يا ابو اها على رقم جاتك ها رحبها تب وحبابه وبدالنا برقم خمسة خمسة زول ما في عوية ان بقت زول هوي زول لما قلت ما فوزتوا عويكم اها نعلو قطع كان مرق بيجينا بالاستوديو يا جماعة رجعوها اخواننا المرضي متضايق تب المرضي ميروت ها والله المرضي زعلان زعل صرطوا جاتنا في الاستوديو نامي تقرا يرا المرضي ما مشى تب عليك يا اخواننا حولوا له الزوده لا اله الا الله انا ما في زوجه خوفني المسابقه الا المرضي اذا تحيه للمرضي ولكل الذين شاركونا ونحن متواصلين اكيد معاكم في انتظار المستابقين جماعه الشبكه هي فيها اشكاليه لانه في ضغط كبير على الرقم بتاع التواصل المرضي جاء المرضي المرضي هذول مشيت وين يا اخي من رجعنا لك ثاني هذول علينا من رجعنا لك خوف بس شبكة رجعت ها تعال قريب ازول لا حول ولا قوة الا بالله مرقنا الله تب 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 انقلب شوية ما يحتاج الواقي عوجة تب ما فازول قول لي الواقي مبين قلت له مستر راتي ماني دايرة والله اقول لك ارباب عزيز عفو ادي عمي ما في كلام الارباب انت طيب المرضي اخترت خمسة راجعين الكمبيوتر الكمبيوتر اختار تسعة والكمبيوتر الله يا ذنبك اختار لك حاجة كعبة ها المرضي ها كم رقمك ازول؟ اثنين اثنين على الله اثنين عليك الله خلوه يصفر الجزول ده جلفني ها اها الكمبيوتر كم؟ الكمبيوتر بقت تغتس وعليك الاذان هذه الكمبيوتر قفل الكتاب المرضي اقفل الكمبيوتر اقفل له سبعة سبعة يبارك قفلت الكمبيوتر بقت تغتس حجره هذا الغزالة تيبسه اها الكمبيوتر بقيت قفلته ثاني انا ماشي ايوه الكمبيوتر اداك فرصة المرضي ثلاثة زول ما في كلام ابشر تبو صفر يد الحمد لله يلا مرقنا الليلة المرضي طوالي شختك بختك عليك الله المرضي بقى قال السؤال اللي فيه الفخ خارجه لأنه بجينا طيب المرضي اختار رقمك يا ود عمي وارفع صوتك على المرضي حبابك يا المرضي كم رقمك؟ خمسة ما في عوية خمسة أزول صفر قلت إن شاء الله ما يكون فوق عادي الله تمرقني خمسة يا سلام المرضي 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 خوف الكمبيوتر وخوف الاستوديو وخوف الضيف وخوف الراجل اللي جانا الليلة أحلينا الليلة هدية الليلة المرضي ألف ألف بلا حسابات لا إله إلا الله يا أخوي نحن السنة ما نزارعين إن شاء الله تجينا هدية حبابة المرضي 1000 جنيه دون ما سؤال يلا المرضي ها اختار ثاني تسعة تسعة الله المرضي برود السواد ولا واد ها تسعة يا جماعة الله من كريم ما اكتب سؤال سؤال المرضي وحلو ليك انا ده حلو طيب المرضي طيب هو المرضي معلم ولاعب كرة قدم في شبابه قبل ان يصبح او يصبح من اشهر فناني السودان من اغنياته مين فكرك يا حبيب فمن هو؟ زيدان ابراهيم ها؟ زيدان
مين فكرك يا حبيب؟ هاي مين فكرك يا حبيب؟ مين فكرك يا حبيب؟ ومين الهداك إلي؟ فنان جميل وفنان من الفنانين القدامى يعني. نحل لا يا معه نمرك؟ ها؟ إبراهيم عوض. إبراهيم عوض. بشار أديه غلط بالراحة كده بالراحة. معلش هالمرضي العفو لله والرسول الحي الله والقاتل الله. هو الفنان الجميل محمد ميرغني. إخواننا نحن يعني نقول الحمد لله على كل حال والمرضي مشى. وغايته ادعوا لنا بالسلامة إن شاء الله ما يلاقينا المرضي في أي حتة وأنا بسافر شندي كتير. نطلع فاصل ونرجع راجعين.